تتجدد التحية هنا في هذه الانطلاقات في هذه الفترة الصباحية مع انطلاقة الشوط الخامس عشر والمخصصة للإبكار. تتواصل هذه الشعارات، تتواصل هذه الأسماء العملاقة هنا والمدونة في هذا الشوط. تسير دائما مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول هنا، تتواجد الاندفاع هناك أيضا من هذه الأسماء والشعارات التي دائما لها صولات وجولات في سباقات الهجن العربية الأصيلة. أسير مع المقدمة هنا، السيارة في الانتظار، من هو سعيد الحظ، من هو صاحب العروضات الجميلة. هناك صدارة هذا الشوط، تشريف هناك أيضا القبيش بن محمد بن خلفان الاكتبي يتواجد هنا مع الصدارة، بينما المركز الثاني تتواجد هناك الشاهينية محمد بن غدير بن عبيد الاكتبي. وانتقل مباشرة مع المركز الثالث، الوصول في هذه اللحظات، الوصول هناك من ثقة عامر بن محمد بن زايد المنصوري. والمركز الرابع، أشوف الدخول، أشوف الدخول أيضا من الزعفران حمد بن راشد بن سعيد المري، ولكن هناك أيضا احتياط مبارك بن هدي بن بطي أيضا الشامسي. والمركز السادس في هذه اللحظات، وصلت هناك أيضا خيال محمد بن سهيل بسليمي العامري. والمركز السابع، الله يا سابع المراكز، هناك داير محمد بن عبد الله بن كردوس العامري. والمركز الثامن، هناك القدوم في هذه اللحظات من هجوم الخزع بن محمد بن صنقوح العامري. وصل هناك ايضا الهجوم من هذا الشعار، شعار هناك ايضا جميل، شعار ايضا له صولات وجولات في سباقات الهجن. بينما اللي احتلت المركز التاسع في هذه اللحظات امجاد حمد بن علي بن حمد بن جابر. والمركز العاشر، هناك ايضا حصون سالم بن طويرش بن محمد العامري. هكذا الاسماء، هكذا الشعارات، عوده الى الصداره والمقدمه مع المركز الاول في هذه اللحظات، عوده الى مقدمه هذا الشوط. الله الله الله، شوق شوق شوق، ولكن احتياط هنا، لديها احتياط، لديها مخزون هنا مع صداره هذا الشوط. مبارك بن هدي بن بطي ايضا الشامسي على الصداره. المركز الثاني، اشوف اللي قادمه، اشوف اللي منطلقه الشاهينيه محمد بن غدير بن عبيد الاكتبي. والمركز الثالث، هناك القدوم اعزائي المشاهدين متابعينا الكرام مع خيال محسن بن سهيل السلامي العامري. والمركز الرابع، هناك القدوم في هذه اللحظات، يا سلام، حصون سالم بن طويلش بن محمد الوهيبي. هناك ايضا يتواصل هذا الشعار، يتواصل هذا العطاء، وهناك ايضا من هذه العروضات الجميلة هنا فيما هذا المهرجان الغالي، الغالي دائما على قلوبنا، عودة إلى الصدارة هنا. الله الله يا سلام، الشعارات بدأت تزحف من المراكز الخلفية، وأشوف اللي قادمة، أشوف اللي قادمة. هناك أيضا، هناك ايضا فتنة عامر بن سعيد بن عامر الوهيبي، هناك ايضا قادم في هذا الانطلاق، ولكن الزاير محمد بن عبد الله بن كردوس العامري. والمركز الخامس، هناك الوصول اعزائي المشاهدين من شواهين راشد بن علي بن صغير العويسي، هناك ايضا يتواجد في هذا الانطلاق. وهناك المركز الثامن، الله براقة، علي بن ناصر بن جابر القفراني المري. والمركز العاشر، هناك ايضا الدخول من الجزيرة عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي. هنا يبقي لها متابعة، يبقي لها تركيز، هذه اللي قادمة من المراكز الخلفية هنا. السيارة يا اخواني، السيارة يا مضمرين، يا ملاك، هنا نرجو التركيز في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. الصدارة والمقدمة، المركز الاول هنا، ايضا الشاهينية محمد بن غدير بن عبيد الاكتبي هنا ايضا يتواجد في هذا التواجد. ولكن هناك الوصول ايضا عامر بن سعيد بن علي الوهيبي هنا ابناء السلطنه. وهناك ايضا العالميه، وصل بن رشيد هنا ايضا، علي بن عبيد بن وخيط بن رشيد الاكتبي هناك ايضا يتواصل في هذا التواصل. وصل بن ثعلوب، الكل
الأخير الكيلو الخطير، دخلنا في هذا الغلاف، دخلنا في هذا الأمتار المجنونة. هنا السيارة السيارة بالانتظار هنا لصاحب الصدارة العالمية، عالمية بالفعل، العالمية عالمية. خلي بالك يا بن رشيد وروح هنا مع الصدارة 800 متر الأخيرة الشاهينية محمد بن غدير بن عبيدة الكتبي هنا، ولكن المركز الثالث أتابع اللي من هناك، اللي من هناك من الجانب الآخر هناك أيضا تتواصل هنا في هذا التواصل وفي هذا الانطلاق، ولكن هنا مشكلة قطت على كل الحضور تتواصل بهذا التواصل. مشكلة 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 حدثت المشكلة ال 500 متر الأخيرة محمد بن سعيد بن حمد الدرعاء. يا سلام يا سلام يا سلام، وهناك حمد بن عوض بن زيتون المهيري هنا ايضا، ولكن التحدي هنا عوده مع الاندفاع، عوده مع التحدي هنا من لديه زود فليتقدم. هناك السريه وصل بن عويضه، وصل بن عويضه وتقدم هناك ايضا، تقدمت تشريف القبشي بن محمد الخلفان الاكتبي، ولكن الصداره هو المقدمه. المركز الاول هنا الوصول من مصيحه عوض بن صغير بن عنوده العامري، الله يا الخزنه، الله يا الخزنه. هناك ايضا يتواجد مع الصدارة هو المقدمة، سلام 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 سلام، جود مورنينج يا الخزنة في هذا الصباح الجميل هنا. هكذا بن عنودة صاحب الجزيرة وصاحب هناك مصيحة يتواجد بهذا الاندفاع، سلام بن عنودة، سلام سلام على هذا الرقص الجميل هنا، تهانينا تهانينا. والناموس المركز الثاني كان من نصيب، هناك أيضا سرية ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الأخيل، والمركز الثالث كان من نصيب هناك الوصول أعزائي المشاهدين شعار علي بن عبد الله بن علي بن خيدة المري، والمركز الرابع أيضا لحظات وصول العبور من شقرة حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي، والمركز الخامس أيضا الوصول من مشكلة محمد بن سعيد بن حمد الدرعي. هكذا أعزائي المشاهدين متابعين الكرام عشاق رياضة الآباء والأجداد، نتواصل عبر شاشة أبو ظبي الرياضية لحظات الوصول والعبور. هناك أيضا من مصيحة عوض بن صغية بن عنوده العامري يتواجد أيضا مع مصيحة، وهذا الاسم القالي دائما بهذه الانطلاقات والسلالة الجميلة والقنية دائما عن التعريف. مصيحة هنا أيضا لحظات وصولها وعبورها إلى خط النهاية والتوقيت الزمني، سلام. هناك ايضا بن عنوده على هذا التواجد الجميل وعلى هذه الاندفاعات من هذه السلالات الجميله والغنيه دائما عن التعريف. 6 دقائق 13 ثانيه، 4 أجزاء من الثانيه، تهانينا. والناموس المركز الثاني كان من نصيب هناك ايضا اعزائي المشاهدين من السريه ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيلي، ايضا 6 دقائق 14 6 أجزاء من الثانيه، بينما المركز الثالث اللي قادمه اللي قادمه هناك ايضا اشباع علي بن عبد الله بن علي بن فهد المري، وايضا 6 دقائق 15 ثانيه 4 أجزاء من الثانيه. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.